لازلنا في كورس السي شارب ويندوز فورم ان سي شارب ديسكتوب ابلكيشن. سبق واتكلمنا عن سي شارب فاندامنتال، ده كورس كان 15 ساعه و70 ملف، والاوبجكت اورينتد بروجرامنج كان 9. طبعا دول كانوا كونسول ابلكيشن، يعني 49 ملف. وبعد كده دخلنا في كورس اسمه داتا بيس ديزاين، كان ساعتين ونص وكان 8 ملفات. الملف الاخير هو كل الكورس، هو كان مشروع كويس ومحترم، يعني كان جميل. بعد كده ال SQL Server كان 8 ساعات و45 ملف. وبعد كده قلنا نخش في ال Windows Form، متضمن ال ADO، كورس ال ADO واللينكو وال Entity Framework. وبعد كده هنتكلم عن WPF وهنتكلم عن Application Kit. بدأنا في Level 1 اللي بنشرح فيه التولز الرئيسية، وبدأنا كنا اتكلمنا في ملف سابق كنا اتكلمنا فيه عن الفورم دي، ولما كنا شغلناه بيتكلم عن ان احنا نقدر نضيف بيانات في ملف نصي، input id، نكتب رقم معين كنت تقدر ترجع له. طبعا الملف ده موجود في ملفات الشغل الكورس بتاعنا، هتلاقيه ابتداء لو انت الملف ده هتلاقيه في الشرح بتاعه في التعامل مع الملفات، من اول التعامل مع الملفات النصية، الملف رقم 13 و14 و15 و16. يعني هو كان في واحد في يعني المجموعة دي كده، كانت في الاخر وصلنا ان احنا بنعمل المشروع ده، الملف ده اللي احنا بنضيف وبنعمل شو. يعني هو كده عرض لي كل الداتا اللي موجودة في الملف النصي، واقدر اضيف طبعا واقدر ابحث وكده. احنا بس عايزين نزود على الملف ده صورة، هنا هنضيف صورة ونبحث بالصورة ونعرض كل الداتا، بدل ما بنعرض شو اول دي تطلع لي نصوص بس الريكورد الاولاني وكده. وزي ما اتفقنا المهارات التعاون مع الويندوز فورم هتفيدنا كتير في المشاريع الداتابيز، وهتسهل الدنيا علينا، ومش مش هتخلينا عندنا قله حيله في التعامل مع السي شارب اللي هو يعتبر من اقوى لغات البرمجه في العالم. طب احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نعمل المشروع التاني اللي احنا مجهزينه، هقفل ده خالص، هتقدر ترجع له وانا سايب لك السورس بتاعه، لكن انا فاتح اللي احنا عايزين نعمله او اللي احنا اوريدي عملنا جزء منه الاولاني. ايه بقى اللي احنا عملنا منه الجزء الاولاني ده؟ هو ان احنا عايزين نحط صورة هنا ونسلكت الصورة. طب متى بدل ما احنا نقدر نفايند بالصورة وهكذا، طب تعال نجرب نشغله ونشوف احنا هناخد ايه النهاردة، هنضيف ايه على اللي فات. يبقى الموضوع ده احنا بنعمل بعض الاضافات، ان احنا عايزين نضيف صورة، هنضيف صورة، وفي نفس الوقت انا عايز هنا افتح معاك الاوبن فولدر ان اكسبلورر عشان اشوف جوه الباين جوه الديباج ايه اللي بيحصل. انا عندي الملف النصي فيه 3 ريكورد، فيه 1 2 3 4، وفي الصور فولدر فيه 4 صور. طب انا هصغر ده بردك سنة كده، بقى عندي الفولدر ده، وهصغر الفيجوال ستوديو وهقفل ده كمان وهقفل ده كمان، اصبح عندي ده وعندي بس المجلد اللي انا عايز اتفرج عليه ده عشان افهم ايه اللي بيحصل. بس هضيف انا اي ريكورد، اي حاجة، هضيف مثلا 67 وهكتب اي اسم، اي اسماء، واي ايميل هنفترض انه ايميل، واي فون هنفترض انه فون، وهضيف صورة سيلكت، هيقوم فاتح لي بقى كنا خدنا موضوع الصور ده، هختار اي حاجة صورة من الصور دي ولا اختار بيل جيتس، فادي الملف بتاع. مجرد ما اقول له اد هيقول لي بيرسون ادد، بيرسون اد يعني ضفنا الشخص 67 ده. فاحنا عاملين ان 67 لما افتح الايمج دي هلاقي صورته بقت 67، وعايزين بردك عايزين لما افتح التكست فايل هلاقي 67 اتضاف في الاخر. عايزين لما اجي ابحث بقى، انا عندي هنا في الملف فيه داتا معينة، فازاي نضيف بالطريقة دي؟ فانا مثلا عايز ابحث عن التلات اربعات ده، فما اقول له اكتب كده الكود بتاعه تلات اربعات ده كده، فاقول له شو ده شو اول دي، اقول له فايند يعني، فيجيب لي الشخص يقول لي فاوند داتا اند بيك. ممكن يبقى فيه صورة مش موجودة، ما لو انا كتبت له مثلا 255 وقلت له فايند هيقول لي نوت فاوند، بس ما فسحش دي، انا عشان كده كنت عامل كلير للكلام ده، لو قلت له 55 وقلت له فايند مش هيلاقي، وكان سبق شرحنا القصه دي قبل كده.
طب انا لو كتبت له 22، هو اساسا الشخص 22 ده انا مش حاطط له صورة، مش حاطط له صورة، فاما اقول له فايند 22 اقول له بس حاجة تكون موجودة الاول، لان ليها برضك فكرة اللي هو 4 3 4 اربعات او 3 اربعات، اقول له فايند فيجيب لي 3 اربعات ده. لما اجي اقول له هات لي 22 واقول له فايند، مسح الصورة وقال لي فاوند داتا اونلي وزاوت بيك، ومسح الصورة اللي كانت موجودة قبل كده. انا لو قلت له 4 اربعات وقلت له فايند هيجيب لي ده، ولو قلت له مثلا 67 اللي هو بيل جيتس ده وقلت له فايند هيقوم جايب لي. طب المشكلة ان هو لما بيجيب الداتا دي بيغير دي مكان دي، ممكن يسيب الصورة. لا، اما جيت ابحث عن 22 ملوش صورة. الحاجات دي ما هيش حاجات مهمة، لكن اهميتها في ان انا ازاي بتصرف في الكود، اهميتها ازاي ان انا بعمل الكلام ده بالكود، يعني ان انا عندي ادواتي البرمجية والاوامر اللي بتمكنني ان انا اتظبط الكلام ده. يبقى الفكرة مش ان ده برنامج هايف وهنعمله بالداتابيز بسرعة وحاجة اقوى من كده، لكن الكود اللي مكتوب فيه فيه فكر بسيط يعني، بس الفكر ده بيتكون مع كل حصة بناخدها وبيوصلنا في الاخر ان احنا نقدر نعمل حاجة كويسة. تعال بقى نشوف احنا عملنا الكلام ده ازاي. هنفتح نقفل الفايل ده ونفتح الفيجوال سي. اول حاجة انا عندي ان عايز اعمل سيلكت بيكتشر. سيلكت بيكتشر تيجي يعني كان سبق ملف البيكتشر اللي احنا خدناه برضك، هتلاقي الملف ده موجود هنا بيشرح البيكتشر اللي هو ده، في كل حاجة عن البيكتشر، في كل اللي احنا هنقوله اللي هو الملف رقم 17، فهتلاقي الاكواد وهتلاقي كل حاجة. طب ايه سيلكت الكلام ده؟ اضفنا اداة البيكتشر بوكس، وضفنا طبعا البيكتشر بوكس موجودة اهي، اداة البيكتشر بوكس، وضفنا بوتون هنا كتبنا عليه سيلكت. الاداة دي ما فيهاش برمان، كل اللي احنا عملناه في الاداة خليناها ستريتش ايمج. وجينا في البيكتشر بوكس كتبنا الاتي، قلنا اوبن فايل دايلوج، عملناها بقى ما سحبناش الفايل دايلوج من هنا، احنا سبقنا ان احنا نقدر نسحب الفايل دايلوج اللي هي يعتبر في الكومن، في حاجه اسمها دايلوج هنا، كان ممكن نسحب الفايل دايلوج اللي احنا زي ما خدنا قبل كده في ملفات فايل دايلوج اوبن فايل دايلوج وسيف فايل واسحبه، لكن احنا بنكرييته هنا، بنكرييته هو كده اتسحب، انا امسحه بس بنكرييته على طول اون فلاي. الاوبجكت اللي اسمه الكلاس اللي اسمه اوبن فايل دايلوج اللي موجود في السيستم ويندوز 4، سميت اوبن بيك اوبيك يعني اوبن بيكتشر نيو اوبن فايل دايلوج. بعد كده اوبن فايل دايلوج دوت انيشال، الفهرس الرئيسي الانيشال اللي هيجيبه زي ما تعودنا في الملف الثاني، بنكتب انفايرمنت جيت فولدر باس، وافتح قوس واكتب انفايرمنت بعدين سبيس دوت سبيشال فولدر دوت ماي، بقى بتطلع لي بقى كل الفولدرات ماي بيكتشر وماي دوكيمنت وماي كمبيوتر وماي كوكيز حاجات وماي هيستوري، كل الفولدرز الرئيسيه اللي نازله مع الويندوز بتظهر. فانا باخترت هنا ماي بيكتشر يعني ده الديفولت، وبعدين عملت اوبن بيك اوبيك ده فلتر ويجيب لي افتح الملفات لا اما جي بي جي لا اما بينج جيف كده زي ما درسنا في شرح في ملف الفلترز. بعد كده if open dialog مختار بقى ملف if open شو ده بيساوي dialog result dot okay. لو انا اخترت صورة، لو انا اخترت صورة يعني فعلا انا دوست على صورة واخترت okay، لان لو انا ما اخترت الصورة مش هيسمح لي ان انا ادوس على okay، فبيخلي البيكتشر بوكس 1 dot image بيساوي image from file واسم الفايل هو opic اللي هو الاوبجكت بتاع اوبن دايلوج ده من الاوبن الفايل نيم. خلاص طب تعال نشوف الحته دي هتتعمل ازاي. لما اعمل ران كده سبق احنا شرحنا بسلكت دي كده، لو انا اساسا دوست على من غير ما ادوس على الصوره قلت له اوبن مفيش مش هينفع، لا عشان كده الجزئيه اللي هي بتاعت بتساوي دايلوج ريزلت دوت اوكي دي هي دي، لازم اكون دايس على فايل يعني لازم يكون في فايل نيم واقول له اوبن فيجيبه يعمل لي ستريتش لي. فهي دي الحته اللي احنا بنتكلم فيها، ان انا دايلوج ريزلت دوت اوكي اللي هي الاوبن شو دايلوج بتساوي دي اوكي دي يعني انا دوست على الزرار اوكي او اوبن. فهيعمل ايه بقى ساعتها؟ هيجيب البيكتشر بوكس 1 دوت ايمج بيساوي
image from file, from file يعني ال class اللي اسمه image من اللي هو من system drawing، وهتلاقي النيم سبيس كله موجود فوق فيه كل الحاجات دي عشان لو حبيت تكتب انت. وطبعا انا هسيب لك الكود ده اللي هو السيستم دروينج. نرجع تاني عشان ما اقعدش ادور، واخش هنا فاوتوماتيك فقال لي الايمج فايل فروم فايل، اجيب الفايل نيم. خلاص خد الفايل نيم بتاعي. بعد ما جاب الفايل نيم خلاص كده ظهر، يعني كده بقى البيكتشر بوكس دوت ايمج جاب الفايل فروم فايل، جاب الاسم ده حطه في الايمج نفسها. بكده الخطوه الاولانيه خلصت، الخطوه الاولانيه خلصت. طب خلاص انا بقى عايز اختار اكتب البيانات بتاعت شخص جديد كمان، واختار الصوره، لان طبعا زي ما بكتب هنا بايديا هنا مش هينفع احط صوره بايديا اكتب له بصل، انا بسلكت بقى. كان ممكن اكتب بص الصوره وادوس انتر، لكن لا انا بسلكت بالاوبن فايل دايلوج واختار الصوره وتظهر لي الصوره هنا ومعمولها ستريتش. طب انا عايز اعمل اد بقى. اد دي كان في الملف اللي فات اللي انا بقول لك عليه اللي هو السابق لده الفيرجن القديمه، كان بي بي بيضيف الملفات دي يقول لي بيرسون داتا از ادد. فانا هخش هنا واجي عند الحته اللي فيها ان هو قبل الحته دي اللي هي بيرسون از ادد دي مسج بوكس اللي بتظهر دي، هنضيف كود، هنضيف كود. انا قفلت دلوقتي اهو الملف النصي، عملت له كلوز، عملت له كلوز الملف النصي الجزء ده في اللي فات، سجلت الـ كل تكست بوكس خدته حطيته في الملف، عملت الستريم رايتر وكتبت بقى الفايل ستريم ده، خدت التكست الاولاني والتكست الثاني والثالث والرابع وكل دول ورا بعضيهم، وكل دول في الاي اف سترينج ده، الاي اف ده سترينج، وفي الاخر خالص قمت كاتبه رايت لاين، ده اللي احنا عملناه المره اللي فاتت. بعد ما عملنا كده هنعمل تشيك هل الفولدر بتاع الايمج ده موجود. يعني انا هنا عندي لو فتحت اوبن فولدر ان فايل اكسبلورر، دي هكبر بقى دي سنه، هل الفولدر ده موجود في باين في ديباج؟ هل الفولدر ده موجود؟ هل الفولدر ده موجود ولا مش موجود؟ ففرضنا ان الفولدر ده مش موجود، همسحه بكل اللي فيه، همسحه بكل الصور اللي موجوده فيه ديليت. ومش كده بس، انا كمان ملف الداتا ده همسح كل الداتا اللي فيه واسجل فايل، فايل فاضي خالص ما فيهوش اي حاجه. فبالتالي كان الداتا اللي عندي مش موجوده، ف ولا الفولدر موجود. فبيسال اف اف دايركتي اف نوت، يعني دايركتي اكزيست دي اللي هو الفولدر ده مش موجود، فدايركتي كرييت، دايركتي كرييت بقى الفولدر ده. طب اذا كان موجود وده سطر ما فيهوش اي حاجه، ما فيهوش else، يعني بيخش ينفذ دي اذا كان الفولدر مش موجود بيكرييت الفولدر ده. طب هسيف بقى البيكتشر بعد ما اخترتها في الفولدر ازاي؟ سيف بيكتشر تو فولدر ايمج ويز نيم اي دي، هختار الاي دي، الاي دي ده هو التكست بوكس 1 دوت تكست، هو ده. فبقول له بقى هنا بيكتشر على طول سطر واحد كده بيكتشر بوكس 1 دوت ايمج سيف الفولدر ايمج باك زائد التكست بوكس دوت تكست زائد، كان ممكن اعمل باس على فكره للكلام ده مره واحده واحطه هنا على طول، زائد اضيف له دوت جي بي جي. ليه جي بي جي؟ الملفات الجي بي جي يا جماعه حتى لو الصوره دي مش جي بي جي هو هيسجلها جي بي جي، يعني ينفع اي صوره جيف او صوره بينج او صوره بي ام بي تتسجل على انها جي بي جي وتتفتح عادي بسهوله. فهيسجلها بايه بقى؟ بالاسم الاي دي، ويسجلها جوه الفولدر ده ويكتب لي بيرسون از ادد. طب وبعدين يعمل تو امتي فورم، في طبعا امتي فورم دي هتبقى حته تانية، يعني ما كانتش موجوده قبل كده. عامل ستارت تاني وهبدا اكتب العنصر الشخص رقم 01 وهكتب بياناته واحد جديد خالص وبياناته، وهكتب ارقام تليفونات هنا واختار الشخص ده سيلكت له بيكتشر، هيخش على الفولدر اللي انا مختاره اللي هو الانيشال ده معرفش هو مين، فاختار الست دي مثلا واقول له اد، ويقول لي بيرسون ادد. فانا طبعا هفتح بردك صاحبنا ده اوبن اشوف ايه اللي بيحصل. لقيت فعلا لو دخلت جوه باين وجوه ديباج هلاقي في ايمج جديد كونت وضاف للصوره دي بالاسم، مع ان الصوره دي ما اسمهاش 01، وضاف لي الريكورد ده اللي هو اللي احنا بنتكلم عليه، وطلع لي الرساله اللي انت شايفها دي. اوكي
اضيف عنصر تاني ومسح بقى ومسح الصورة، فلازم انا عندي كان ميثود بتمسح بعد ما بعد المسج بوكس دي ما بتطلع بتمسح التكست دي، بس ما كانتش بتمسح الصورة، فضفنا في المسح في الكلير او في المسح اللي بيتم لانه بيستدعي حاجة. فانا هرجع تاني هنا هضيف عنصر تاني 03 واكتب اي حاجة واضيف اي ارقام، وسوري اكتب برضك هنا اي حاجة برضك واضيف ارقام هنا واضيف صورة. الصورة دي اسمها ايه؟ اي اسم ايا كان، ان شاء الله صورة كده اي حاجة يعني. ضاف للصورة اللي ليها ملهاش ارقام ولا بتاع، وقلت له اد، فيقول لي بيرسون از ادد، خلاص البيرسون ده اتادد ومسح كل الكلام ده. ارجع تاني افتح الديباج بتاع اهو، الاقي الايمج الصورة التانية خدت رقم 3 رقم الاي دي، والملف ده بقى فيه 01 و 03. يبقى احنا كده قدرنا. تعال نشوف بقى الحتة اللي هي ما كانتش معمولة في الملف في المسح في الكلير. اجي هنا في الكلير، ما كانش فيه في الكلير تو امتي فورم بستدعي كلير تكست بوكس، بس ده بيمسح التكست بس. في 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 هنا كنا عاملين احنا حاجة ميثود اسمها كلير، تعال نشوفها اللي هي اللي هي دي كلير تكست بوكس. فانا اول حاجة هعملها، هو كان السطر ده مش موجود اللي بعمل بيه الصورة دي، بمسح الصورة، هو اما هدوس هو بيستدعي كلير تكست بوكس بعد ما بيعمل الادد عشان يفضي له الفورم ويعمل فوكس، يعمل فوكس على تكست بوكس 1. فده اللي احنا خدناه المرة اللي فاتت. ايه اللي هنضيفه؟ هنقول له بيكتشر بوكس دوت ايمج نيو بيكتشر بوكس، يعني عايز اديها انيشال فاليو دوت ايمج واسيبها كده، دي الانيشال فاليو اللي هي البيكتشر بوكس دوت ايمج، لان انا كاتب هنا بيكتشر بوكس دوت ايمج، فعمل نيو بيكتشر بوكس دوت ايمج، ودي دي معناها انه هيفضي مكان الصوره. وهنضيف بقى حكايه انه يمر على الكنترولز اللي هم او يشيل منهم حكايه الايه الاسم اللي عليهم، فاللي هي التكست يعني التكست الكنترول اذا كان التكست يمر اللي شرحناه قبل كده، ويعمل فوكس على التكست بوكس 1. بكده بقى انا قدرت اظبط الكلير دي اللي هي بتجيب بيتم استدعائها في اد، يعني في اد كده في الاخر خالص بعد ما بخلص واتشيك اللي احنا بين كلير تكست بوكس، وفي نفس الوقت لما انا ببقى عندي اي حاجه هنا عايزه كلير كله بكلير. يبقى حاجه عندنا مهمه، ان هي بقى اللي احنا شرحنا السيلكت وشرحنا الاد، هنشرح الفايند. الفايند هو كان بيدور بتكست بوكس 1 ان انا بكتب له حاجه بيعمل تريم للسبيسز اللي على طرفي التكست بوكس 1 دوت تكست اللي هو ده اللي انا بكتب له حاجه هنا، وبعدين يريد الفايل يريد ستريم ريدر يريد الملف ده كله ويمر عليه واحد واحد يبدا يمر. مش هنشرح بقى ده الكلام ده، احنا بس هنعرف ان اذا لقاه الكلام ده شرحناه قبل كده، فمش عايزين نطول الملف لانه بقى 17 دقيقه دلوقتي. ان في الاخر خالص اذا لقاه، لما هو اذا كان لقاه اف ده از يعني اذا كان العنصر الاولاني بعد ما هو فكك ال بعد ما بيقرا لاين ويفكوا الريوف يسبلت اللاين ده بالسيمي كولون دي، ويبدا يسال على عنصر العنصر الاولاني هل هو بيساوي تكست 1 دوت بوك دوت تكست تريم. لو رجعت الملف اللي احنا الملفات اللي قلتها لك في بدايه الشرح هتلاقي الكلام ده مشروح بالتفصيل. اذا لقى كده اوكي خلاص بيبدا يكتب البيانات دي، بس احنا عايزين نجيب الصوره، فعملنا فولدر سترنج اسمه بيك باس باص الصوره الايمج كذا اللي احنا عاملينه، والاول عنصر بما انه لقاه ونقطه جي بي جي. وبعد كده بقول له اذا كان الفايل ده موجود، ما هو ده الفرض الاصلي ان يكون الملف موجود في المكان ده، انا اللي مصمم البرنامج على انه يحط في الداتا كلها بتاعت الصور في الفولدر اللي اسمه ايمج، ويكون اول عنصر بيكون باسم الاي دي وبس امتداده جي بي جي. اف فايل اكزيست اللي هو الباص ده اللي هو الباص ده اكزيست هو ده الفايل، اعمل ايه بقى اذا كان اكزيست؟ بيخلي بيكتشر بوكس، طبعا هو بيعرض التانيين دول، وبيخلي البيكتشر بوكس 1 دوت ايمج بتساوي ايمج فروم فايل والباص ده، ايمج فروم فايل والباص، يجيب خلاص بيعرض الصوره اللي جابها من الباص في المكان اذا كانت موجوده. طبعا اذا ما كانتش موجوده
هنسأل بقى سؤال، يعني خلاص هو كده هيعمل الحركة دي، دخل هنا عمل الحركة دي، هيسأل بس سؤال if file dot exist موجود تاني، يعني الحتة دي عشان يطلع لي رسالة بس، ما هو ممكن يكون الفايل مش موجود فمش هيعرض لي الصورة، انا عايز اقول له بس ان الداتا دي من غير صورة او بصورة في السطرين دول، فis file existed، فاذا كان موجود هيقول لي found data and pic. طب اذا ما كانش موجود، يعني الملف الصورة مش موجود، هيقول لي هيخلي الصورة اللي كنت ببحث عليها قبل كده لو انا مش عامل كلير هيفضيها، هيفضي مكانها، لان بعد اوقات بنعمل كده، يعني هوريك دلوقتي الحتة دي ليه كتبت انا السطر ده، لان بعد اوقات ببحث عن حاجة وابحث عن حاجة غيرها، فهيسيب الصورة اللي انا لقيتها مكان الشخص ده، فممكن يختلط عليا الامر، لكن امتى هيمسحها؟ ولو لقى الصورة هيعرض لي الصورة التانية الجديدة مكانها، لكن لو ما لقاش الصورة، لو ما لقاش الصورة بقى ساعتها اللي هو الالس بقى دي هيخلي الصورة دي نيو بيك، هيعمل كلير للصورة، اذا ما لقاش الصورة هيعمل كلير للصورة، ومسج بوكس دوت شو فاوند داتا اونلي وزاوت ايه بيك بيكتشر، يعني هي دي الحتة الجديدة اللي احنا ضفناها في فاوند. الباقي كله كنا شرحناه في الملف اللي فات، لان مش عايزين ندخل الامور في بعضها، لان الحتة دي مركبة حبة. بكده يبقى خلصنا الشرح، نجرب الحتة دي تاني اللي انا كنت بشرحها واوريك اهميتها ايه. ان انا لو عملت فايند مثلا 02 فايند مش موجود، طب 01 فايند جاب لي الشخص واحد ده، طب انا عايز اعمل كلير اتمسح الكلام ده واخدينه. طب لو انا عملت الملف اسمه 22 هضيف، يعني لو قلت له ال 22 هو اللي مالوش صورة، لان لو دخلت انا جوه الفولدر ده هلاقي 22 مفيش صورة 22، فجيت انا اقول له 22 وقلت له فايند، هيجيب لي اتنين داتا فاوند اونلي وزود بيك ومسح الصوره. هي دي الجديده اللي انا عايز اقول عليها، ان حد ما دخلش صوره، يعني ضفت بس طبعا مش عامل، انا مش مهندل حكايه الصوره اللي لو ما دخلتهاش لازم ادخل الصوره، فممكن نهندلها في الملف الجاي، يعني نهندل الحته دي ونتكلم فيها في الملف الجاي اللي انا هعرض كل الصور. فهي دي الحته اللي انا بتكلم عليها، ان انا لو انا قلت له شو دي شو اللي بيجيب لي البيان ده، لو قلت له فايند 22 هيقول لي فاوند داتا اونلي وزود بيك، يعني بيتكلمني، لو قلت له 01 وقلت له فايند كده، لو قلت له 03 هيجيب لي الصوره بتاع الثلاثه، لو قلت له 22 لا، لو انا اساسا الصوره بتتساب فايند فخلاص قال لي من غير صوره وشال الصوره. هي دي الحته اللي انا بتكلم عليها على الصوره، اللي هو ازاي هندل الكود. الفكره مش برنامج، الفكره زي ما اتكلمنا ان هي مهارات في التعامل مع الكود. هسيب لك الكود بالكامل تحت الفيديو، مجرد بس تكتب لنا رساله تعليقيه انك محتاج الكود، هتخش تلاقيه موجود على موقع كورس 7. شكرا، سلام.